السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن الصيانة المرة دي، وهنتكلم في الصيانة عن الجزء الخاص بفحص وصيانة الرامات بتاعة الجهاز أو اللابتوب عن طريق اسطوانة الهيرنز بوت، ودي أشهر اسطوانة للصيانة. ممكن تنزلها من الموقع الرسمي للاسطوانة. الاسطوانة اللي معانا اللي هي الإصدار 10.5، دي أنا اللي بشتغل بيها ومريحاني في شغلها بصراحة عن الاسطوانة هي الـ15 الحديثة. الاسطوانة بتتنسخ بأي برنامج حرق الأيزو على فلاشة أو على الاسطوانة، وبعد كده بتفتح معايا واجهة الاسطوانة بالشكل ده. بخش على دوس بروجرام. النهارده هنتكلم عن صيانه الرام. اول حاجه اخش على دوس بروجرام بالشكل ده وادوس انتر. بعد كده يفتح لي البرامج اللي شامله الاسطوانه الهيرنز، هيفتحها لي. وفي برامج صيانه كتيره، بس اللي يخصنا النهارده هنتكلم عنه اللي هو صيانه الرام او الفحص الرامات. بخش على رقم 5 تيستنج تولز. من تيستنج تولز بختار رقم 1 اللي هو الرام، رام تيستنج تولز انتر. انا بختار رقم 1 ميم تيست 86 زي ما احنا شايفين كده. بيبدأ يفتح واجهة البرنامج معايا ويبدأ يفحص الرامات بالشكل دوت، زي ما ياخد الوقت اللي ياخده بقى. بعد ما بيخلص بيجيب لي بقى اذا كان الرامات فيها ايرور او فيها خطأ او فيها مشكلة. بتظهر معايا هنا زي ما احنا شايفين الايرور زيرو، يعني الرامات دي سليمة ما فيهاش مشكلة. لو الرامة فيها مشكلة وانت عايز تتأكد وتفحص الرامات تشوف فيها مشكلة ولا ما فيهاش مشكلة، بيبدأ الرقم ده يتغير، بيبقى 1 2 3. بتلاقي الايرور ظهر او الخطأ ظهر على الرامات معاك. بخلص خالص وجاب لك من 1% بيعمل باص 1 و2 و3 وخلص فحص خالص خلاص وما جابش ايرور، يبقى ان شاء الله كده الرامات عندك سليمة ما فيش فيها اي مشاكل. بس فدي كانت حاجة بسيطة عن الصيانة، جزء كده بسيط عن الصيانة باستخدام اسطوانة الهيرنز بوت وخاص بفحص الرام كده. متهيألي الشرح ان شاء الله يكون بسيط ووصل ليكم، وأتمنى أكون أفدتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك والاشتراك في القناة، ونتقابل في دروس وشروحات جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.